نجح الحقيقه كولر انه يضع بصمته سريعا مع الفريق. الناس كلها شايفه دلوقتي ان اصبح للنادي الاهلي له شكل واضح، بطوله وهدف واحد تلو الهدف الاخر، لحد ما نجح ان هو يتوج بثلاث بطولات مهمين جدا الحقيقه. اتنين على حساب بيراميدز وواحده على حساب نادي الزمالك. يعني حتى هذه اللحظه ولم يكمل في مصر الا عده شهور، ولكن فرض كلمته وسيطرته على الجميع، واصبح واحد من المدربين المتميزين في تاريخ النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه عندي حوار مع نجم سويسري، الحقيقه هيكون معانا من زيورخ. عايز اقول لحضراتكم انه مش بس واحد من نجوم الكره السويسريه، ولكن كمان كان كابتن فريق سانت جالين موسم 99-2 في اول انجاز كبير ومفاجاه حققها كولر كمدرب لما تولى فريق في وسط الجدول وقدر يحوله لفريق بطل وتوج بالدوري السويسري. مش بس كده، ولكن اطاح وقتها بتشيلسي بكل نجومه وقصاد المدرب الايطالي الكبير رانييري من بطوله اوروبا. خلونا نستقبل يورجي شتيل مدرب حراس مرمى جراس هوبرز الحالي، وهو يعني كان طبعا عضو منتخب سويسرا السابق. اولا بشكرك على قبولك دعوتنا رغم ان كان عندك مباراه النهارده في الدوري السويسري. اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي كابتن نيويورك. مرحبا مرحبا بكل جماهير النادي الاهلي، وهذا أمر يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأحب أن أبارك للنادي الأهلي على فوزي ببطولة السوبر تحت قيادة المدير الفني الرائع مارسيل كولر. طيب النهارده أنا هتكلم مع حضرتك عن بطل السوبر أو بطل ثلاث بطولات مع النادي الأهلي، وإحنا بنحتفل النهارده بكأس السوبر المحلي مع مدربنا السويسري الحقيقه مارسيل كولر. هل توقعت سرعه تاقلمه مع الكره المصريه في اول تجربه له خارج اوروبا وحصده يعني ثلاث بطولات يمكن في اقل من خمس ست شهور، بما انك تعرفه كويس طبعا؟ نعم، هو التحق بالفريق من سبتمبر الماضي تقريبا، واعتقد واذا اردت ان اتحدث عن مارسيل خصوصا فاستطيع ان اقول انا كنت معه كلاعب، وحينما كان مع جراس هوبرز وكنت فريق سان جالين كما ذكرت. فبالتالي حينما عملنا معا أستطيع أن أقول أنا أقدر الطريقة التي كان يعمل بها مارسيل كولر مع اللاعبين ومع الفريق ككل. أستطيع أن أقول أنه كان أفضل مدير فني قاد هذا الفريق في يوم من الأيام، وهذا ما أنهى المطاف بالفريق أن يكون بطلا للدوري السويسري. وأستطيع أن أقول أن مارسيل كولر كان يستطيع قيادة الفريق بشكل حكيم. والأمر كان جديدا على اللاعبين حينما تحضر مدير فني بهذا المستوى للاعبين بمستوى عادي، فبالتالي يكون مجهود كبير للمدير الفني، وقد وصل لأفضل نتيجة مع فريق سان جالين. وأستطيع أن أقول أن مارسيل كولر يستطيع أن يفعل شيء جيد مع أي فريق، وهذا ما حدث بالفعل مع النادي الأهلي. لا نستطيع أن نقارن الحال مع سان جالين بالحال مع الأهلي حاليا، ولكن الأمر مختلف بالطبع في مصر. ولكن ما رأينا مع مارسيل كولر مؤخرا أعتقد أننا نستطيع أن نقول أن الأمر كان الآن أشبه بما حدث مع سان جالين. فالفريق الآن
اللاعبون انسجموا مع مارسيل كولر بشكل كبير، واعتقد انه يوجد المزيد من البطولات المحتمله للفوز مع مارسيل كولر مع النادي الاهلي. الحقيقه في مدارس كثيره للمديرين الفنيين. مدرسه كولر من المدارس اللي هو بيقف على الخط ما بيتحركش كتير، مدرسه هادئه. هل دي طبيعته ايضا عندما كان متواجد في سويسرا، ولا اختلف الامر دلوقتي؟ يعني احنا هنا جمهور النادي الاهلي بيشوف ان هو دائم الوقوف بهدوء، ما بيتحركش كتير، ما بيجريش كتير، ما بيعملش كتير، ولكن قراراته دايما بتبقى سليمه. يعني هذا سؤال جيد، لأن من شخصية مارسيل كولر هو هادئ بطبعه، ليس من النوعية المديرين الفنيين الذي يقوم بجلبة على الخط، وإنما هو مدير فني هادئ يواجه اللاعبين بشكل حكيم. وحينما عملت مع مارسيل كانت هذه طبيعته، وهو من النوعية من المديرين الفنيين الذين يحضر بشكل ممتاز للمباراة، فبالتالي يركز جيدا. فهذه هي طريقته، هذه هي شخصيته. هو لم يتغير، هو يستطيع أن ينقل هذا عن طريق شخصياته للاعبين وللفريق ككل. وأستطيع أن أقول أنه مدير فني ذكي. هو دوما في غرفة خلع ملابس لا يصرخ كثيرا ولا يتحدث بصوت عالي. هو حينما كان يدرب سان جالين كان هذا الأمر نفسه كان يتعامل بهدوء مع اللاعبين. وبحكم كوني كنت كابتن للفريق فأستطيع أن أقول أن هذه طريقة مارسيل كولر طوال الوقت. نعم أنا الآن مدرب حراس مرمى لجراس هوبرز، ولكن من الوقت الذي قضيته مع مارسيل كولر أستطيع أن أقول بالنسبة لي أنه كان القائد حكيم، وكانت هذه هي طبيعة وظيفته منذ أن كان في سويسرا. بالنسبة لي هو يعمل بجد، هو حازم مع اللاعبين، ولكني أعتقد أنه أو أنا فخور بالفترة التي قضيتها مع مارسيل كولر. نعم أنا فخور بهذا الشخص، ولكنه كما ذكرت لم يكن يحدث أي صخب في غرفة خلع الملابس وكذلك على الخط. طيب هو في دوما في معزل عن الأخبار وعن التلفاز، هو يفكر جيدا في المباريات فقط. طيب برضه عايز أسألك، بما أن حضرتك قلت لي أن أنت كنت كابتن الفريق، هل مارسيل كولر بيتعامل مع كابتن الفريق بشكل مختلف، بمعنى أنه بيتعامل معه طبعا كلاعب ولكن كأحد أعضاء الجهاز الفني، بيديله مسؤوليات زيادة؟ حسنا أنا الأمر دوما لا يتعلق بالكابتن فقط أو بقائد الفرقة، ولكن يتعلق بلاعبين معينين في الفريق لقيادة الفريق. لكن إذا أردت أن أجيب على سؤالك سأقول أنه كان يتعامل مع كل واحد بطريقته الخاصة، لأنه يريد أن للفريق أن ينجح. نعم قائد الفريق يجب أن يكون له اليد العليا، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكون له تعامل ممتاز مع باقي اللاعبين. بالنسبة لقائد الفريق فالمدير الفني وقائد الفريق يعملان بجد. في هذه الحالة أعتقد أن نعم القائد الفريق يجب أن يكون لديه مسؤولية خاصة، والمدير الفني يلاحظ هذا تجاه النادي، وهذا هو ما تعلمته من مارسيل.
السوبر كان البطولة الثالثة لكولر مع الأهلي، كولر نفسه قال إن هو مش بيشبع من البطولات. كيف يعمل كولر على تجديد دوافع اللاعبين خصوصا داخل النادي الأهلي لحصد المزيد مع من البطولات؟ يعني النادي الأهلي عندنا بعد أقل من أسبوع قبل نهائي دوري أبطال إفريقي، فكيف يعمل على تجديد الدوافع؟ نعم أعتقد أنه قادر على ذلك، لأنك إذا أحضرت النجاح للنادي أو للاعبين فأنك تكون في منطقة الأمان، واللاعب في هذه الحالة يفعل ما تأمره كالطفل الصغير. إذا تذوق اللاعب حلاوة الفوز بالبطولات وخصوصا في هذه الفترة القصيرة، فأعتقد أن مارسيل الآن عليه مجهود كبير أن يجدد هذه الدوافع لدى اللاعبين، وأن يذهب إلى ملعب المباراة ليفوز بالمباراة. يجب عليه أن يقنع اللاعبين بهذا. أعتقد أنه والنادي الأهلي كذلك لا يمل من الفوز بالمباريات. أخيرا لو حابب تقول رسالة يعني لمارسيل كولر. أعتقد أني أريد أن أقول له شيئين. تفضل. كشخصيا لا أتحدث عن قائد فريقه السابق، ولكن شخصيا لمارسيل كن جزءا من المجتمع الذي أنت فيه. الأمر لا يتعلق باللغة فقط، ولكن أن تستمع للآخرين وأن تستمع لما يريد أن يوصله لك الآخرين من دروس. هذا ما تعلمته من طريقتك. ربما فعلت ذلك كقائد من قبل، ولكن هذه مسؤولية كبيرة الآن. والشيء الثاني، أنا سعيد بالنجاح الذي حققته في هذه الفترة القصيرة مع الأهلي. هذا نجاح عظيم. دوما سأتابعك وأتابع مسيرتك مع الأهلي، وسأتابع الأهلي طالما مارسيل كولر قائدا للفريق. شكرا جزيلا يورج شتيل، طبعا نجم النادي، نجم مدرب حراس مرمى جراس هوبرز السويسري، وايضا حارس مرمى سويسرا السابق. شكرا جزيلا على وجوده معنا الحقيقه، وقال لنا كلام مهم جدا فيما يخص شخصيه، او قربنا اكتر الحقيقه اكتر واكتر من مارسيل كولر. وطبعا كل المسجز دي هتوصل، او كل هذه الرسائل هتوصل لمارسيل كولر، إما كانش يعني هو بيتفرج، لأن احنا كنا قايلين له. عموما ده برضو كان موضوع مهم جدا.